الحمد لله الذي جعل المساجد بيوتا للعبادة وراحة للنفوس وطمأنينة للقلوب ومجمعا للإسلام والمسلمين، فقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن أحب البلاد إلى الله عز وجل مساجدها، لذا وجب تشييدها وعمارتها، فكانت الركيزة الأولى واللبنة الأساس في تكوين المجتمع المسلم عبر ربوع المعمورة. وحتنا الإسلام كذلك على عمارتها وجعل ذلك من علامات الإيمان، فقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فسعى الإمام والعلامة الجليل رحمه الله محمد بن عبد الكريم المغيلي إلى بناء هذا الصرح الديني كثاني مسجد له بقصر بعلية بزاوية كنتابولية أضرار منذ أزيد من 8 قرون بعد استقراره بهذه المنطقة كآخر محطة له بين بيته ومسجده كمعلم لعلوم الدين والإصلاح والأخوة بين الناس. أسس المسجد وبقي يرشدهم إلى الخير ويعلمهم مكارم الأخلاق والعلم النافع، فأسس هناك المسجد والمدرسة والخلوة الذي هو بقي إلى يومنا هذا. تخرج من هذا المسجد مجموعة من التلاميذ، أشهر هؤلاء التلاميذ نجد الشيخ سيد عمر الكنتي والشيخ بالقاسم بن أبي بكر الأنصاري والشيخ أبو القاسم اليمني، بالإضافة إلى الشيخ سيدي ميمون وابنه الشيخ سيدي عبد الله بن الإمام المغيلي. وبقي هناك يدرس العلم النافع إلى حين وافته المنية في بداية القرن العاشر الهجري سنة 909 هجري، لكن تأسيس المسجد كان في نهاية القرن التاسع الهجري. التاريخ نتاعو زعما وقت اللي جات هنا المنطقة البوعلي اسمها استقر هنا في الجامع الفوقاني هنا، ومن بعد قلت لي نعزز ولا هو هنا لهذا الجامع تحتاني هذا، ومن بعد بقى يصلي هنايا وقلت لي زعما والخلوه ديالو يسكن فيها هنا، استقر هنا ودرس هنا وعطى فوائد كبيره وتلاميذ كبيره عطاه هنايا. ويحكوا لنا جدادنا، احنا غير جينا لقينا المسجد القديم وقالنا باش كان عنده مسجد الاول جا للبلاد لهنايا، وكان عندنا مسجد في اعلى المنطقه هنايا يقولوا لها بالمنطقه الدرب، جا ولقى مسجد له وجا صلى فيه كيصلي مع مجموعه البلاد. من بعد كي عجز وكبر ما بقاش يقدرش يستطع الصعود الى ذاك المنطقه، ولا زال هنا وشرى هذه البقعة هنايا ودا فيها مسجد وبنى فيها مسجد وبنى فيها خلوة حدا بجانبه. اسمه هو كان مدرس علمي وصوفي. <تص->
هذا المسجد العتيق والمنارة الإسلامية العريقة يتكون من أروقة طويلة تتخللها أقواس موزعة على طول القاعة بشكل متوازي، مشكلة بذلك طراز معماري عربي وإسلامي متميز ومتناسق في أبهى صورة. مسجد الشيخ بن عبد الكريم المغيلي هو من المساجد القديمة والعتيقة في المنطقة. فيما يخص النمط المعماري للمسجد هو اندماج العبارة السودانية مع العمارة المحلية مع العمارة الإسلامية. المسجد بني بمواد محلية، سقفه من حجارة متراصة وجذوع النخيل، وجدرانه من الطوب المحلي، ولا يزال يتحدى كل العوامل الطبيعية محافظا على معالمه القديمة مع تواصل أداء الصلاة وقراءة القرآن. كان يقرأ القرآن ولا الأمور الثانية نتاع الدين، في الاختصاص نتاع الدين كما ابن عاشر كما سميتو. ومن بعد تخرجوا عليه على يديه، كان من نانز قمير من زوج كنت، كل هذو تلاميذ تخرجوا على يديه على يد الشيخ بن عبد الكريم المغيلي. فبذلك كان بعد الخلوة كان فيها الكتب الكتب نتاع التواريخ نتاع المنطقة وكل شيء. جات المدة، واحد المدة جات فيها خلاء المسجد وتفرط، ومن بعد ولا تجدد، ولات الناس عاودت فيه، كانت فيه السقفة الفوقانية منتثرة ساقطة، ولاو سكان البلاد رمموه وعاودوا ليه سقفوها وكل شيء، وبداو يصلوا فيه. الأذان عموما معظم الأذان كان يطلع فوق السطح يأذنوا، سواء في النهار ولا في الليل. أما فيما يخص التركيبة المعمارية للمسجد، هناك تناغم بين الجو جو المنطقة والتركيب المعماري للمسجد. تركيبة المسجد تتكون من قاعة الصلاة، عندنا الفناء يسموه احنا بالرحبة، والسطح. عندنا قاعة الصلاة تستعمل في فصل الشتاء، فصل نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري إلى غاية شهر مارس. من شهر أبريل المصلين اللي صلوا في المسجد يخرجوا إلى فناء المسجد في شهر ماي وجوان. في شهر جويلي وأوت يطلعوا للسقف وسطح المسجد نظرا للأحوال الجوية أو المنطقة بالنسبة لارتفاع درجة الحرارة. فيما يخص قاعة الصلاة، احنا نلاحظوا أن قاعة الصلاة المادة المبنية وهي مادة الطين، وهي مادة محلية. تميز هذه المادة أنها هي في فصل الشتاء تكون دافئة، وفي فصل الصيف تكون في فصل الصيف تكون باردة. أما المواد المستعملة، مواد البناء المستعملة في المسجد، عندنا الطين والحجارة. وهذا عندنا المسجد، هذه هي الحاجه اللي تميز بها عندنا هنايا في المنطقه. عندنا مادتين محليتين فقط نظرا للمساجد الثانيه، المساجد الاخرى. فيما يخص المادتين المحليتين وهما الطين والحجر، عندنا الطين مبني بها الجدران، والحجاره السقف. كما نلاحظوا هنايا، ندخلوا نلاحظوا في هنايا الاروقه، عندنا هذا القوس وهو مستوحى من العمارة الإسلامية، وهو ما يسمى بحدوة الفرس.
بس نلاحظوا ان بس لاحظوا هناك ارتباط بين العماره السودانيه والعماره الاسلاميه والعماره المحليه. فيما يخص السقف نلاحظوا احنا تراس الصخور بمعنى نقولوا احنا الحجاره او الصفي باللغه المحليه او اللهجه المحليه، صخر فوق صخر حتى يشكل لنا على شكل سقف محمي بدرجة عجيبة. هذه الحاجة اللي مستوحات من هذا المسجد، أن نشوف التفكير نتاع السكان في 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 حوالي 5 قرون، وشوف كيف أنهم قدروا أنهم يسقفوا مساحة بمقدار 50 سنتيم بالحجارة، تراس الحجارة مع بعضها مع بعضها حتى يشكلنا ما يسمى بالسقف. أما فيما يخص الأسويرة أو الجدران، العرض شوفوا العرض تاعها أنه عرض يكون عرض حوالي 60 سنتيم، وهو ما يسمى بالحوامل. هذا السقف عنده حوامل، وهما الحوامل هذو هما احنا نقول في العمارة، العمارة المحلية اسمها بالحوامل، والعمارة الحديدية اسمها بالأعمدة، هما اللي يرفدون لنا كاع الهيكل نتاع المسجد. هذه فيما يخص مواد البناء. أما فيما يخص التهوية والإنارة، كان يعتمدوا سكان القصر على ما يسمى بالفتحات. الفتحات في الفتحات عندنا في الجدران هي عندها دور تاع التهوية وعندها دور نتاع الإنارة. معلم ديني وتاريخي عريق تتميز به المنطقة، حيث لا يزال عبق من حياة العلامة محمد بن عبد الكريم المغيلية يفوح بين جدران هذا المسجد العتيق.